بسم الله وعلى بركة الله، مرحبا بكل متتبعين لاراش اونفو. اليوم كما عودناكم بهذه الجولة الليلية اللي غندير واحد المسارية بمدينة العرائش ابتداء من كوترو كامينو. هاد الحديقة يعني هاد الرون بوان الشهير المشهور بأربع طرق هو كوترو كامينو، اللي غنطلقوا إن شاء الله من ابتداء من الرون بوان اللي كيتواجد أمس الصورة عندنا بهذا المنظر الجميل ديال الأسود، اللي غنعاودوا إن شاء الله على شارع حمام السلامة إلى منطقة جنان بوحسينة، إلى تقريبا منطقة جنان بوحسينة الكورنا، ونوليو إن شاء الله من الطريق الآخر اللي كيطلع حتى هو في وسط جنان بوحسينة إلى جامعة جديدة. يلا نبداو إن شاء الله هذه المسارية، ومرحبا بكم معنا في لاراش أونفو. يلا نديرو شي دويرة إن شاء الله، تسالاو معنا المدينة، الجو مزيون هاد العشية هادي، مكاينش الشتا، كاين البرد بعدا، كاين عندنا دابا البرد نوريستي موجود، تيمبو بارد. بارطاجيو معنا هاد اللايف هذا ودعموا الصفحة والموقع ديالنا اللي هو لاراش أونفو دائما، ولاراش أونفو دائما في الحدث، كما كنجيبو لكم الأخبار، كنجيبو لكم نجيبو تدويرة في المدينة والأخبار دائما عن كتب، وكل نهار لايف جديد، كل نهار خبر جديد، وكل نهار موقع جديد. كما كنرصدو الأحداث ديال مدينة العرائش يعني بالخايبه بالمزيونه، يعني ملي نهضروا على شي حاجه ما فيها شي، كيما الان دابا حنا كنتواجدوا في هذه المنطقه ديال المحكمه القديمه اللي كتفتقد الاناره، وكما كنشوفوا المحلات كاملين منضبطين، كل شيء شاد حسب التوقيت الان ديال الاغلاق اللي هو الساعه 8، والساعه 9 اللي كاينه هي الساعه ديال الحضره الجوال الليلي، يعني منو شي واحد يكون تواجد في الشارع العام، اللي كيتواجد في الشارع العام فوق 9 الليل بدون مبرر قانوني دار له محضر، احتار له واحد المحضر اللي كي تما اخترق فيه حضرة جوال ليلي. الان كانت هنا في الرامبوان ديال سياسات المغرب الشهير. الناس سيدي اللي بغا يتسالى معنا بجنان باشا، كلشي شاد، كلشي مطراق، باقي عاد الناس كيتسالاو دابا، يعني اللي باقي شي صفرة عنده ما شراها شي راه كيشريها، اللي عنده شي صفرة نساها خليها حتى الغدا، لان الحوانت كلشي شادو. الزبال للاسف الشركه باقا لم توقع، نخوضو ان الشارع ديال جنان بوحسينة المعروف عندنا. هاد الشارع هذا اللي كيعرف عده سكوس فاري باقي فيه، اناره ضعيفه، هاد الشارع اللي باقي ما استفدش الان من الصيانه، لأن عرفت مؤخرا مدينة العرائش غدة هيكلات بالشوارع العامة، الأزقة والأحياء اللي تم إعادة الهيكلة ديال الواد السائل، يعني واد الحرب، المدينة كامل تعاود بزاف د المناطق على حسب حال الشبكة الجديدة ديال السائل بمدينة العرائش، لأن كلها تولي كتكون في منطقة ديال يعني الغابة الأولمبيكة، كيدار واحد النفق كبير تما اللي عدار واحد منطقة المعالجة حسب واحد البرنامج راه معلق الآن في الشارع ديال بوحلينيك، ما يبقاش يتكاب إن شاء الله حسب الوعود، ما يبقاش يتكاب ديك الواد الحار اللي كيتكاب في مجديد في عيشاقة، واللي كامل يكب منطقة ديال الغابة ويدار شي منطقة. أنا كنت حدا الآن حنا جمع حدا حجاجة لما كنشوفوا الضوء هنا منعدم مرة، المحلات كلشي شادين، لكن كما قلنا تعاودت اعاده الهيكله ديال مدينه العريج عامه ديال واد الحار ديال الاضواء كلشي، والمناطق المشهوره ديال مدينه العريج منطقه ابينيده واي بلاصه حتى هي تعاودت، حتى هي تعاودت بالارصفه ديالها بكلشي ديالها. الان كنوصلوا كروازمه ديال مدرسه اسبانيول، ندخلوا منطقه ديال حمام السلامه، لأن في هاد الساعة هادي ديال كيما قلنا دائما بين 8 و 9 يتجنب الواحد يهود المدينة السيارة، لأن كتوقع واحد الضغط قوي، لأن اللي عنده الشغل كامل كيكون سالها وغادي للدار ديالو، كتوقع الطريق الوطنية كتوقع فيها يعني الطريق الرئيسية ديال شارع مولاي محمد الخامس وشارع عمر بن عبد العزيز كتكون ممتلئة عن آخرها. أنا كنمر بهذا حمام السلامة، هذا الحمام هذا تاريخي
كما كنرجعوا مره اخرى اضواء منعدمه هنا هنا يعني الضوء قليل في هذه المنطقه. المحلات مشدوده حتى الاناره ملي كتكون بحال هكا قليله كتكون المحلات ديال المواطنين معرضه للنهب والسرقه. هنا كيكون ظلام كيكون الا كانت المنطقه ما فيهاش الحارس الليلي كتكون القضيه صعيبه شويه. الكل ملتزم بالساعه ديال الاغلاق كلشي شاد. الان حنايا جينا وراء حدا الحمام السلامه مع الدار ديال الوكريم منزل الوكريم يعني هذا واحد القصر كاين في وسط المدينه. الان حنا بين على اليمين ديالنا كاين المنطقه ديال بومبيروس منطقه ديال ناباس مع على الشمال ديالنا منطقه ديال ليخيرو. هيا الان مقبل على منطقه حي ديال جناب بوحسينة. هذه المساريه هذه الليليه اللي ديما كنديروها لكم. اي واحد على شي يدير معنا شي تعليق باش نعرفوا حاضر معنا واش من حوما هو. كاين شي اخوان دخلوا معنا البارح كيطلبوا لنا اننا نروحوا للمنطقه ديال محصحاص. كاين شي اخوان كيطلبوا لنا نروحوا لمنطقه كليطو حتى هما قادمين ان شاء الله. دابا الان كنتواجدوا قدام مدرسه الشريف الادريسي المدرسه التاريخيه اللي هي مدرسه البلديه هي هادي. تدوا جنب بوحسينة دايد ناباس كلشي قرا في هذه المنطقه ديال الاخير وكلهم قراو في هذه المدرسه هذه. الان في السونتر ديال جنب بوحسينة جنب بوحسينة هذا الحي تا هو حي تاريخي عطى عده اسماء وازنه كرياضيا كسياسيا كثقافيا. الان لازلنا بجنب بوحسينة. مرحبا اختي سلوى. مرحبا اختي سلوى الوفيه دائما لاراش اونفو في هذه اللايفات المسائيه. انا بزاف الجاليه العرائشيه اللي هذا العام ما كتبش عليهم انهم دخلوا لمدينه العرائش نظرا لهذ الظروف ديال هذا جائحه كورونا. كاملين كيتابعونا كاملين كيتابعونا وكيتسالوا معنا كل شيء. حنا الان هو ديال المنطقه ديال مقاطعه الناظور منطقه يعني كما قالوا مقاطعه ديال الناظور والمقبره ديال اليهود ومنطقه اللي كتسمى الشهيره تيتانيك. كنصادروا بهذا النزول بسرعه. هنا المنطقه ديال القشله منطقة الناظور نديرو واحد المشية جهة الناظور غادي نرجعو بحالنا. حي الناظور هذا حي الناظور الشهير مرحبا خويا عبد الرب عبد الرب مرحبا بك اخويا اكتب في مغرب جديد هنا سيدي في الناظور الان. مرحبا بك اذا كنت تطواني اخي مرحبا بنا اخويا معكم في تطوان. مرحبا تطوانيين معنا في العرائش. حنا الان في الناظور حي الناظور نرجعو نكملو المنطقه الاخرى. هاد الساحة هادي اللي كيدار فيها الكبش الساحة الشهيرة ديال عيد الأضحى اللي كيدار فيها وقت عيد الأضحى كيتباع فيها الأكباش الحوالة مقاطعة الناظورية هادي. شفتو الآن الطريق ديال حي الكورنا هاد الحي.
الحياده اللي تعاود اعاده الهيكل ديالو. هنا لما كيبانوا الجهه اليمين ديالنا كاينه واحد العمارات كاملين تعاودوا بالبناء ديال ماد جلادين مطلين على البحر، البحر الاطلنطيك. منطقة عندنا باردة هذه الآن، دابا كنشعروا بواحد موجة البرد. حومة ديالك أخي، أهلا أخي حسنيتو، تبارك الله أخي حسنيتو، أخي حسنيتو على ما أظن حسنيتو الرياضي الكبير لاعب كرة القدم الشهير بمدينة العرائش، أحد نجوم الآن. منطقة ديال القرنة، سوق القرنة هو هذا. هاد السوق هذا اللي تدار، ولكن حسب اللي كنشوفو انهم ما تعطاش الأهمية ان الدرجي سوق هنايا باش يجيو الناس ديال السوق صغير، ولكن للأسف ما تعطاش يعني المشروع ما دارش كيما كان. والتجار ديال المواد المستعمله، الاثاث المستعمله ديال السوق الصغير اللي كيفرشوا في الارض، وخا جاو هنايا قليل اللي بقى هنايا، لان ما كما نقولوا ما كاينش البيع ما كاينش. لا تحيه خير سفيان، حنا لازلنا محمد جنب بوحسينة. مازلنا بجنب بوحسينة وكندخلوا واحد الداخله الجهه ديال الشبيبه، دار الشباب الرشيد، يعني الحي النباص الان. هذا الحي العريق حتى هو كنا كان واحد الوقت عنده فريق ديال اتحاد النباص، فهاد الزمن الجميل ديال مدينه العرائش، ولكن للاسف للاسف كبير كينشدوا هاد الحي هذا كيفتقد الاناره العموميه. الإنارة مفقودة في هذه المنطقة. حنا رازلنا الآن في الحي النباص، الضوء زيرو، الإنارة العمومية زيرو، كاين والو. للأسف الشديد كنتمناو هذا المجلس البلدي ديال مدينة العرائش أنه يدارك هذه القضية هذه. الآن داخل حي النباص، يعني تحديدا قرب مسجد القدس، كنرجع بحال الشارع ديال جناب بوحسينة ديال الجامعة الجديدة. واحد الفرن تقليدي، حسب اللي كنشوفو حتى الأحياء الشعبية كلشي منضبط، جميع التجار يعني كل التجار يعني المحلات ديال التجار كلشي مشدود، كلشي منضبط. يعني كاين حتى شي واحد فتح، كلشي شاد، كلشي مطبق قرار ديال الإغلاق. رجعنا للحاشية ديال شارع جامعة جديدة. نطلعوا الآن المنطقة ديال جامعة جديدة. هاد الدورة اللي درنا معكم اليوم، المسارية اللي ساريناكم اليوم، حنا بيدنا كنتساراو، نجوما كتساراو، كنطلقوا. أنا كما كنقولوا العريشية اللي ما دارش دويرة ما دار والو في العشية. الشارع ديال السينما كروسيو الشاعرة. دابا كنشدو الطريق ديال ندخلو منطقة النباص، المنطقة ديال ماريستات. الآن منطقة ديال ماريستات،
على الشمال ديالنا كيتواجد حي بومبيروس، على اليمين ديالنا حومه بكريم، يعني كيتواجد واحد مع ترافقا كيتواجد واحد الحي سميتو بكريم، الدار بكريم. هذه المدرسه ديال الاسبان. هذه ما كنسميوها يعني المخات، هنا كيتواجد واحد المخات كيتواجد فيه راود ديال الاطفال، وكيتواجد فيه المخات ديال كي داكشي ديال البنات ديال الخياطه طرز. وهذا الان خرجنا الان رون بوين ديال ماريستات. هذه المخات ندخلوا الشارع ديال اللي كيدينا الرحله الزرع باش نرجعوا وندخلوا الرون بوين ديال الرحله الزرع. هذا الشارع هذا اللي فيه هنا دابا اللي كيربط بين رون بوين ماريستاس ورون بوين الرحله الزرع الى شارع حسن محمد الخامس. هذا الشارع اللي يكون في العموم انه راه رجع ممنوع، اذا كنت جاي من الجهه ديال خزامه من هنا تدخلو، لان كاينه بلاكات انتردي كما كنقولو بالدارجة باش ما يتصيدش الانسان. ها هي واحد البلاكة حدانا، يعني كدي ما كتجيبش. هادي عاد دارت مؤخرا الشارع كامل ابتداء من الراس ديال الشارع من الرئيس ديال ولان البلاكة ديال انتردي. انا كندير واحد المسريه حطه قديمه ونرجعوا نكملوا المشوار ديالنا الى رومبوان الرحبه الزرع. كما قلنا لكم ان هذا الشيء هذا ولا ممنوع انك تجي من جهه ديال طريق محمد الخامس، شارع محمد الخامس، انك باش تدخل الرحبه الزرع راه ممنوع. كاين البلايك ديال انتيردي، يعني هذا باقي عاد دار هذا الشارع عاد داروا هذا البلايك بعد ما تم الترميم ديالو، إعادة واد الحار وإعادة الزفيت وإعادة الزليج ديال الأرض، داروا هاد البلايك وحتى رون بوان ديال هنا إعادة هيكادو للأسف. الإضاءة باقا ضعيفة هنايا، لأن راه باقا ضعيفة في هاد المنطقة ديال الحفظ الزرع. نتمنوا أنها تستافد من داك البلايك اللي دار الضوء ديال اللي دار شارع حسن الثاني وشارع محمد بن عبد الله بروجيكتورات. حنا الآن خرجوا بحالنا باش نكملوا معكم هذه الجولة الليلية اللي صحبناكم فيها على صفحتكم وموقعكم كل العرائشيين أينما كانوا، هو موقع جريدة لارش أونفو. هذا لارش أونفو دائما كتحييكم، دائما كتعطيكم الجديد، لا من ناحية تتبع القضايا محلية، لا من ناحية ديال يعني بالقضايا والمشاكل والحلول، يعني مشاكل يعني قضايا رياضية وسياسية اجتماعية. مرحبا بكم معنا. كما هاد السيارة الآن كتشوفوا أمامنا، حتى باش تدور جهة الشمال راه انتردي، يعني كتدخل انتردي وتدور على الشمال انتردي باش يكون في معلوم الإنسان. ما خرجنا بحالنا الشارع الآن ديال شارع محمد الخامس باش ردوكم مدينكم وتساليتو معنا هاد الليله هادي، وكانت واحد المساريه رائعه اللي حنا وانتوما كنستافدو منها. هنا بزاف الازقه والشوارع اللي كندوزو منهم، يعني كنرصدو لكم الاختلالات اللي كاينه من طرف الاختلالات اللي فيها من طرف المجلس المحلي، كمشاكل في الاناره، كمشاكل في البنيه التحتيه، كمشاكل في الطرقات، كمشاكل في الارصفه. كنرصدو لكم عاود حتى مدى الالتزام ديال التجار والمهنيين بقرار الاغلاق، وكندرتشو معكم شويه الوضعيه ديال العرائش. حنا رجعنا مما بدينا، وشكرا كل واحد تبع معنا في البث المباشر. تحيه لبشير الشنتوف، تحيه لبشير الشنتوف احد الشباب الاحرار ديال مدينه العرائش.
شكرا لاي واحد تبعنا في هذا اللايف اللي من خلاله سريناكم منين العرائش، وباقي ان شاء الله غدا ان شاء الله عاود مسارية اخرى، دورة اخرى، نزاهة اخرى. كان معكم شنتوف عبد الحكيم في هذا البث المباشر وهذه المسارية هذه. دمتم في رعاية الله، لاراش انفو تحييكم، دمتم دائما اوفياء لها. ديروا بيراطاج، ديروا بيراطاج وديروا جيم الصفحة وشاركوها مع اصدقاء ديالكم وصحابكم عبر العالم. تحية لجميع العرائشيين داخل العرائش خاصة، و يعني داخل العرائش خاصة وخارج المغرب وبالعالم عامة. وشكرا لكم وليلة سعيدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.